نروح لاخبار الدراويش ومنح الجهاز الفني لفريق الاسماعيلي بقياده حمد ابراهيم لاعبي راحه سلبيه لمده 48 ساعه، وذلك خلال فتره التوقف الدوري الحاليه. الاسماعيلي بيستعد لملاقاه بتروجيت العائد طبعا حديثا للدوري الممتاز يوم 24 نوفمبر الجاري على استاد الاسماعيليه في ثالث جولات دوري نايل. الاسماعيلي زي ما احنا عارفين تعادل سلبيا مع غزل المحله في الجوله الاولى، وبعديها خسر من سيراميكا كيلوباترا 1-0 في الجوله الثانيه. فريق بتروجيت بقياده سيد عيد هيرجع للتدريبات اليوم يوم الاثنين النهارده استعدادا لمواجهه الاسماعيلي في الجوله الثالثه من دوري نايل بعد ما توقف الدوري بسبب طبعا تصفيات امم افريقيا للمنتخب. سيد عيد منح لاعبي بتروجيت راحه يوم الاحد بعد التعادل مع مودرن سبورت 1-1 في الجوله الثانيه من مسابقه دوري نايل، وطلب سيد عيد من جهازه الاداري انه يرتب مباراه وديه عشان يجهز اللعيبه بشكل جيد في فتره التوقف الدولي الحالي. نروح برضه للاتحاد السكندري بقياده المدرب القبرصي بابا فاسيليو اللي هيرجع للتدريبات الجماعيه يوم الثلاث بعد انتهاء فتره الراحه اللي حصل عليها اللاعبين لمده كانت 3 ايام بعد المباراه الوديه اللي لعبوها مع فريق الشباب في النادي، وانتهت المباراه دي بالتعادل السلبي على ملعب الاتحاد بسموحه. يعني الاتحاد السكندري جمع 6 نقاط في اول جولتين من دوري نايل بعد ما فاز على حرس الحدود كان بهدف لفادي فريد، وكمان فاز بنفس النتيجه على فريق فاركو. على طول طلب بابا فاسيليو من الجهاز الطبي ان هو يجهز المدافع طبعا محمود متولي مدافع النادي الاهلي السابق بسرعه علشان يكون جاهز للمباراه المهمه ضد النادي الاهلي القادمه في الجوله الثالثه من مسابقه دوري نايل. المباراه تكون يوم 22 نوفمبر الجاري. قرر الكابتن علي ماهر مدير الفني للفريق المصري ان يستأنف الفريق تدريباته غدا على استاد الكليه الحربيه استعدادا لمباراته بالجوله الثالثه من مسابقه دوري نايل اللي تجمعه بنظيره فريق الزمالك. المباراه هتكون على استاد الجيش ببرج العرب يوم السبت 23 نوفمبر الجاري، والمباراه هتكون طبعا الساعه 8 مساء. متوقع ان هي تكون مباراه قويه جدا بين فريقي المصري والزمالك.